السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزاد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا، يعني بعد ما النادي تاع رياض محرز يعني وين خرج قال لك الاصابه، نتمنوا ان الفاف والمدرب ان انقال لهم هذا محرز راني مصاب يطبقون عليه القانون. يعني أرواح التربص ويشوفك الطبيب المنتخب الوطني، وإن كنت مصاب أتروح كما بن ناصر البوداوي في تربص السابق. الناس خرجت قال لك أرواح كما ذاك مسيلمة الكذابي تاع فتنة، كان والو فتنة، وكنت تقول له قلتها يقول لك وينتا قلتها مش راني عارف، خاطش هدرها ماشي عارفين هذاك شينوية هادو قاع ماشي عارفين شا هدرو ماشي عارفين. أنا كنت نقول لهم انتوما هدرتوها خاطش علاه يخرجوا بهدرة وحدة أخرى، خاطش ماشي عارفين شا هدرو، ما عندهمش زعما كيما نقولوا حنايا بروجي راه يهدر عليه في الحقيقة هذاك بو كلبة وكلش. اليوم راه ضد صاديك وصادي كيما الفيفا غيرت اربيت يخرج يجري اي لقجع اي لقجع قلنا لك لقجع. يا ودي انت كنت ضد صادي وانت الفيفا ما تهمناش، على الفيفا غير هاك من راسها بدلت الاربيت. هذاك مسيلمة الكذاب المخنث يهدر لك هاك ومن بعد يعاود تقول له ودي انت هدرتهاش هدرت، يقول لك لا انا ما هدرتهاش. علاش تسيبهم هضروا ومن بعد يعاودوا يدوروا على هضرتهم، بعد يجي يعاود يولوا لهضرتهم، بعد كيما هكا ما كاينش. ايا وتبغليل، التبغليل ماشي تبرديع، هذه راهي جديده تاع التبغليل، هادو تاع التبغليل صابوا البغوله، كي صابوا البغوله امشي. انا ان شاء الله بربي وليد صالح ولا المدرب يحطوه في القائمه تاع البان تاع البان كاب لابان تانك جوار ارواح دخل تربص كيما كيما بن ناصر وكيما بوداوي. راك مصاب لا ولدي اروح شو دخل، فاتوا عند الطبيب بعد قالوا ما يروح صحيح. خرجوا يتنابحوا واو بن ناصر ما عجبتوش وخرج بن ناصر منا بن ناصر اكان والو والله حيا مكان. انا نقول لكم وين نقولوا الارواح ارواح للتربص ويشوفك الطبيب، يعني وين كنت يعني مصاب تروح كيما بن ناصر البوداوي في تربص السابق، وين كنت غير مصاب يتحمل مسؤوليته امام المنتخب والشعب الجزائري يديروا له يعني كيما كان يديرها المدرب السابق فايد. ما كاش العاطفه يعني حضر التربص وتم تبان يعني مصاب ام لا ليس مصاب، لان يعني صار سمعنا ان المدرب الاهلي السعودي خلى اللاعبين يرتاحوا لان ضمان المرتبه الثالثه. هذا الكلام سمعناه يعني من البارح عن اصابه رعاب العطله او الصيف كنا كان يديرها مع المدرب السابق، يعني دارها في 2022 دارها في 2022 ما بغاش يجي وراح فوت العطله تاعه. هذه يا خويا هذه يا نورمالمون يخرج كيما هكا يهدر، نورمالمون هذه يخرج يتكلم يقول بلي يا ودي كيما كان خطره على بالك بلي في غولي ما فايد ما فايد 2014 على بالك شويه ما يديش كوب دي موند لولا تدخل يعني السيد الحاج محمد راو راوا. على بالك كان مريض بغى سنانه كان مريض فمه بغى على بالك قال له ارواح قال له كاين طبيب هنايا ارواح دخل تربص قال له ما على باليش بيك أبيك باللي منع. قالوا كيف لعبت فالونسيا لعبت كونت البارسا الغدوه ان شاء الله نورمالمون يدخل راسله راسلو. قالوا بصح لعبت ارواح لعبت ارواح بين قلك فمك ارواح دخل لهنا ريقلوا لك فمك ريقلوا لك كراعك ريقلوا لك ارواح. هذا فانيك فانيك محرز فانيك كيما هاكا خويا ارواح دخل تربص يشوفك الطبيب كنت كي والو. يخرج الطبيب يخرج المدرب يهدر الحقيقه يقول لك يا ودي حنايا يقول لك يا ودي اللاعب هذا الصحراء مصاب كاس كاع تسكت كي نشوفوا في سيتون يعني ما تغيظناش ما نقولوش كيف هذا راه يلعب علينا بصح كيما هكا خويا راه تربح المنتخب الوطني. قال لك راهم ضد
ضد ضد راهو كيسموه كيسموه ضد ضد ما حنا تخرج عليه ميصابوه مع يا ودي شكون هذا شكون هذا شكون مالكم موتي على هذيك نقول لكم بلي ودي اليوم وين لازم يدخل التربص يشوفه الطبيب وإلا كان مصاب يا خويا حنا بروحنا نقولوا يا ودي الله يشافيه الله يشافيه خاطر راه من 2014 هذا محرز ما تبليساش راه من 2014 صرا له كل بريا اللي دارها في مارس دار بريا وفي جوان دار اصابه والله العظيم انا نقول لكم في مارس دار بريا في مارس عندنا دار بريا وفي جوان دار اصابه دي شو بروات نقول لك محرز جزائر كبيره عليك وكبيره عليا وكبيره على الدنيا هذيك كيما دارت متالي كاع جزائر الجزائر الاولى وانت تجي العاشر ولا عشرين ولا مية ولا ألف تجي في وسط الخيط تاع البرجعة واش قدمت الجزائر رجال واش قدمت الجزائر رجال انت تجي في وسط الخيط تاع البرجعة انا نقولها لك روح يا روح اين فجأة النادي الاهلي السعودي الجزائريين بعد ان تحدث عن تعرض الدولي الجزائري رياض محرز لإصابة غريبة خاطش عليه حنا قبل لا يعلنوا على الإصابة شاهدنا المدرب قال لك يا ودي بعد زمان المركز الثالث خليت اللعابة يرتاحوا من بعد خرجوا قال لك يا ودي إصابة يعني وين إصابة غريبة في وقت يطرح الأكثر يعني من علامة استفهام لأنه جاءت قبل أيام من انطلاق تربص المنتخب الوطني الشهر المقبل استعداد لمواجهة غينيا وأوغندا يعني وإن أكدت مصادر أن فلاديمير استقر على عدم استدعاء هذا المخذل المتخذل لتربص شهر جوان بعد أن لمس عدم تحمسه للعودة إلى صفوف المنتخب حاليا وهو الذي طلب الإعفاء خلال تربص شهر مارس الماضي دون أن يعاود الاتصال بالمدرب الخضر لحسم موقفه بخصوص التربص المقبل قبل أن يدخل النادي الأهلي السعودي على الخط بعد تداول هذا الأخبار يعني وينشر بيان يعلن فيه معاناة النجم الجزائري من إصابة لما تحدث له طوال الموسم لم تحدث له طوال الموسم حيث قال عبر حسابه مباراة ما قبل الأخيرة شاهدناه لعبها لعب وقال لك وشوف الكونترول وشوف الهدف وشوف شادر ومن بعد المباراة اللي عليها لونترينير قبل قال بلي غادي نخلوه يريح ومن بعد قال لك راه مصاب هذه هي حنا عمر الله صرات له هذه اول مره شاهدنا وين وفي اخر جوله من الدور السعودي وتذكر هذه الاصابه بتلك التي حدثت لمحرز قبل التربص شهر جوان من عام 2022 والتي شكك فيها الجزائريون كثيرا على اعتباره لم يغب عن أي مباراة في ذلك الموسم مع مانشستر سيتي هذه هي وأدرج الجزائريون تلك الحجة في خانة رغبة محرز في الراحة هذه هي باغي يريح كوي قال بلي بيريح نورمال بصح باش تجي تكذب نتايا تكذب على الغاشي تبا غادي انت شكون كاع يجرب عواد وانتوما مقولين والله العظيم محرز بيت ردوه انتوما المنتخب محرز راه ما لعبناش دو ماتش ربحنا ماتش درنا ماتش 2022 فاني 3 ماتش ما لعبهمش ربحنا 3 ماتش لو كان جا عندنا مدرب مقبل مليح مدرب مليح اللي عنده خطط تكتيكيه تاع راسه تاكل على روحه يعني كي واحد لعبك وكمل معاهم في 2020 بعد 2019 يقول لهم روحوا ريحوا عكتو كارطا تاعك على الكارطا لعابي 35 عام قال لك انا ما غلقت البيبان في وجوههم مدرب السابق الشيطان يمكن شي صوالح غير عندكم نتوما برك شتو غير نتوما برك دايرينهم هذا بكان ريح ولا راك عارف تحيه اغويرو
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيت وخير.